هي مسألة الاحتجاج بزلات العلماء، ودي مشكلة كبيرة جدا عند الناس. انت عارف الواحد منهم تلقى غاية ما عنده من الدليل، لما يخطئ هو او يخطئ شيخه ويجي يدافع، لا عنده آية لا حديث لا استدلال، يقول لك انتوا اذا رديتوا علينا او على فلان ده او بدعتوا فلان، ردوا على العالم الفلاني الزمان ذات، عالم السلف الزمان غلط نفس الغلطة دي. فيحتج بغلط العلماء، يحتج بزلات العلماء، وهذا من أوسع أودية الباطل. الاستدلال بزلات الأفاضل ده من أوسع الأودية والضلال. قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، ليه؟ لأنه استدلوا بشنو؟ بفتوى لأبي بكر وعمر، مع إنهم من أعظم الفضلاء أو هم أعظم هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، استدلوا بكلامهم. قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر. قال الأوزاعي من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. واحد تلقاه يجي بلقط يشيل من خطأ مثلا النووي في تأويل بعض الصفات، ويشيل من خطأ ابن حجر كذلك، ويشيل من هنا من الشوكاني، ويمشي هناك يشيل من ابن حزم مسائل، ويجي هنا يقول لك يا أخي لو ردد علي رد على ابن حزم ورد عليه. أنت بليد ولا شنو؟ كيف تستدل بخطأ العلماء؟ ده كلام باطل يا اخواننا. قال ايضا سليمان التيمي لو اخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وبعد ان نقل هذا الكلام ابن عبد البر قال هذا اجماع لا اعلم فيه خلاف. شكد احنا من نسا شما تجي بعد شوية واحد يقول لك النازل طعنوا في ناس محمد حسين يعقوب ومحمد حسان زي ما حيعرض لك مزمل بعد شوية ان شاء الله، انهم خرجوا على الحكام لكن ما ابن الزبير خرج وعامل فيها عنده دليل يعني، والحسين ابن علي خرج اول حاجة ما خرجوا شمت عزب رقبتك، لو خرجوا ما يجوز لك تستدل بهم. افهم المعلومة دي، هم ما خرجوا كما بين ذلك الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في تسجيل صوتي موجود في موقعه، قال ما خرج ابن الزبير اصلا، انما كان الامر متردد بعد وفاة يزيد. وأما الحسين بن علي رضي الله عنه فغرر به ثم تاب ورجع ما خرج. لكن لو سلمنا جدلا إنهم خرجوا عديل، هل يجوز أن نستدل بفعلهم في مخالفة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يجوز. وهذه المسألة فيها كلام طويل، وأنقل فيها كلمة بسيطة لشيخ الإسلام. قال إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت له لعدم بلوغ الحجة، فلا تغتفر لمن بلغته الحجة مغتفر للأول. لاحظ الفرق، يعني العالم الزمان الحجة ما بلغته، لعله مسك أو استمسك بحديث ضعيف أو فهم من آية مفهوم مغلوط وبنى عليه ونشر البدعة بتاعته أو وجدت في كتبه، هذا الإمام معذور لعدم بلوغ الحجة إليه. أه؟ لكن انت وروك وعرفت الحجة وعرفت انه غلطان، طيب تقول هما غلطان هنا النووي انا برضو عملت زيه. طيب النووي لو عارف نفسه غلطان اكان العلماء بيعذروه؟ وانت عارف نفسه غلطان، شفت الفريق؟ عشان كده الفريق بين ذلك ما تبين له واجتهدوا ما اصابوا، لكن انت